برضو مش هتقدر تخدعني بالكلمتين ياهم بتوعك. أي حاجة هتعمليها مش هتعوض العذاب اللي شفتيه 13 سنة. أنا عارف كويس أنت عايزة إيه تغريب. عايزاني أترجاكي. عايزاني أركع قدامك. وهتركع يا جابر. محدش يشوف الموت بعينيه وما يركعش قدامه. بس أنا شفته. شفت الموت وعشته ودقته ومررته. بس بجد مش مجرد كلام. أنا اللي دوقتهولك. أنا اللي سلطت عربية تقلبك على الصحراوي وتهاجمك على الطريق. أنتِ؟ عشان تصدق إن اللي بعمله دلوقتي مش مجرد تهديد. ومش محتاجاك تركع وتتذلل قدامي. أمال أنتِ عايزة إيه؟ تعترف يا جابر. تسجل اعتراف بصوتك ودلوقتي حالا. وتكشف جريمتك فيا للناس كلها. تبقى غبية يا تغريد. غبية؟ قصدك محدش هيعترف بكلامك لأنه حصل بتهديد السلاح؟ لا، قصدي إن كلامي هيوصلك لحكم مؤبد. لما أقول إن تغريدة أبو النجا كانت صحفية ممتازة ومسكت عليا مستندات وجرائم توديني ورا الشمس، لما أقول إن أنا اللي سرقت المستندات منها ودخلتها مصحة الأمراض العقلية 13 سنة بتقارير طبية مزورة، يبقى هتخرجي من هنا بعد ما تقتليني على الجنايات عدل. يعني هيتنسف المبرر الوحيد اللي يرجعك المصحة تاني. ما يهمنيش. أدخل السجن، أرجع المصحة، ألبس حبل المشنقة، كل ده ما يفرقش معايا. المهم إن الدنيا كلها تعرف حقيقتك. المهم إن الناس تعرف إن عمري كله ضاع بسبب ظلمك وجبروتك. ولازم تعترف يا جابر. على فكرة أنا اعترفت واعترافي موجود عندك على الموبايل. أظن إنك حققتي كل اللي أنت عايزاه. ما فضلش غير التنفيذ. بس قبل ما تنفذي أنا عايزك تفكري. دقيقتين تلاتة مش هيخسروك حاجة. أنا من ساعة ما شفت الموت بعينيا وأنا بحاول أتغير. بحاول أبقى إنسان تاني. إنسان بجد. إنسان عنده مشاعر وأحاسيس. مش المفتري اللي ما عندوش قلب اللي كنت تعرفيه. بحاول أصلح كل غلطة أنا عملتها. وأعوض أي إنسان أنا تسببت في ضرر ليه. صدقيني. عشان كده أنا عايزك تصدقي إن أنا خايف عليك أنتِ مش على نفسي. ما تمثلش عليا. هقتلك يا جابر. هقتلك. هقتلك. هقتلك والله العظيم هقتلك. والله العظيم هقتلك. والله